اختتمت أعمال القافلة الطبية بقرية أم الحويطات في سفاجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استمرت على مدار يومين. وتضم القافلة 9 تخصصات طبية مختلفة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد من المواطنين بمختلف التخصصات الطبية بالمجان، وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدن محافظة البحر الأحمر. واننا بنقدم زي مستشفى كامله متكامله متكونه من موارد بشريه زي الاطباء والصيادله وفنيين المعمل وفنيين الاشعه والسائقين والاداريين والامن كذلك. يمكن من لما بتبقى كمان بيجي لنا حالات كومبليكيتد تحتاج ان هي تدخل جراحي او ان هي تتحول على اقرب مستشفى، بنعمل التحويل ده مع اصدار قرارات العلاج على نفقه الدوله بالمجان. احنا الصيادله هنا بيجي لنا التذكره مكتوب فيها الدواء من الطبيب، وبيتم صرف أدوية للمريض زي ما الدكتور كاتب، وبنقدم له جميع الإرشادات الإكلينيكية سواء إذا كان في أي تعارض دوائي، وبنقول له عدد مرات الاستخدام، ولو في أي مشاكل في التاريخ عنده زي تدخين أو استخدام أي أدوية تانية بنعرفه كل التعارضات ما بين جميع الأدوية. وأصحاب الأمراض المزمنة بيتم صرف لهم العلاج للشهر كامل. بنستقبل المرضى اللي بيجوا من مسافات بعيدة. بالنسبة لأسقاط إن احنا بنتابع الحوامل، بالمتابعة دي بالنسبة لهم مهمة لأنهم ما بيقدروش يتنقلوا، طبيعة ظروف الحالة بتبقى صعبة إن هي تتنقل لمكان بعيد، فاحنا بنستقبلها يعني نعتبر بنجيلهم لغاية عندهم. العلاج بياخدوا العلاج المناسب والعلاج بيبقى مجانا، برضه بيبقى الاستشارات لبعض حالات العقم، والحالات اللي بتبقى يعني عايزة إمكانيات أكتر وعايزة متابعة أكتر بنحولها لسنتر يكون فيه متابعة وإمكانيات أعلى.